هل تجوز القراءة من المصحف في الفرد؟ لم يفعلها الصحابة، إنما الوارد في النفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس صلاتها شغلا. أما كون زكوان مولى عائشة قدماه، فنعم قدماه في صلاة العشاء بصورة الإنسان. عفوا، قدماه في صلاة العشاء من المصحف زكوان، أما عائشة في صلاة قيام الليل. عفوا، زكوان أما عائشة مولاها في قيام الليل من المصحف. نعم، يجوز القراءة من المصحف في الفرد أشبنا، لأن في صلاة لا شغلا. صلاة النوافل ليست بواجبة، لكن في الحديث القدسي على إغماض فيه في سنده، لأن البخاري أخرجه، فيه: وما تقرب عبدي إليه بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فمن أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ولئن استعاد بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ما ترددت عن شيء أنا أفعله ترددي في قبض عبدي المسلم.